أهلا بكم إلى جولة لأبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية من القدس.com. البداية من صحيفة القدس. إصابة عائلة من 7 أفراد بالاختناق بالغاز في تقوع خلال مداهمات عسكرية واعتداءات مستوطنين في منطقة بيت لحم. أبو مرزوق، قرار المصالحة ملزم لكل مؤسسات حماس، ونريد أن نخرج من هذه المرحلة بأقل الخسائر. مسؤول فلسطيني يؤكد عدم وجود أي مفاوضات سرية. استمرار الفعاليات الرسمية والشعبية لمناصرة الأسرى الإداريين في إضرابهم عن الطعام حتى إلغاء الاعتقال الإداري. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: الأسرى الإداريون يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تشديد الإجراءات العقابية ضدهم. الرئيس يستقبل القنصل الأمريكي وأعضاء الملتقى الثقافي التربوي. المسيرة العالمية نحو القدس تنطلق في 6 حزيران من 50 دولة. الضفة وغزة تتبادلان الصحف بشكل كامل. وفاة شاب بمدينة الخليل في ظروف غامضة. ونطالع من صحيفة الأيام: أبو شهلة، لجنة قانونية وإدارية سترتب أوضاع موظفي السلطة بعد تشكيل حكومة الكفاءات. عرقات: من يتحمل فشل المفاوضات هي إسرائيل، والعالم كله يدرك هذه الحقيقة. حماس، مطالبة واشنطن بضرورة اعتراف أي حكومة فلسطينية بإسرائيل تدخل سافر. المسيرة العالمية نحو القدس تنطلق في 6 حزيران من 50 دولة. مسؤولة عربية، الاحتلال العائق الأبرز أمام التنمية في فلسطين. نتحول إلى الصحافة العربية ونقرأ أبرز ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية. 10,000 يهجرون دير الزور من معارك النصرة وداعش. رئيس الوزراء التركي غادر احتفال ذكرى تأسيس المحكمة الإدارية العليا غاضبا. مشادة كلامية علنية بين أردوغان ونقيب الصحفيين. جدل حول مغزى بيان للإخوان مؤيد للانتخابات المصرية. ونختم بما كتبته صحيفة الحياة اللندنية: دمشق، المنافسة الانتخابية تنطلق اليوم والأسد يستبقها برفع سوى شعارا لحملته. الطرق المفخخة تعرقل تقدم الجيش نحو وسط الفلوجة. إجراءات مشددة في صنعاء تحسبا لاعتداءات إرهابية. ختام أقوال الصحف، نترككم الآن مع رسوم الكاريكاتيرية. تأخذني حياتي إلى أماكن كثيرة، أحب أن أعيش الحياة في أفضل أحوالها، لكنني في الوقت ذاته أريد أن أبقى على اتصال والإحساس بالقرب من عائلتي ومن أصدقائي. لذا أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.